مرضى السرطان والأورام ومرضى الدم في هذه الحرب عانوا بصورة مضاعفة أو حتى ثلاث أضعاف. ذلك أن هؤلاء المرضى يعانون من ويلات الحرب، وليس فقط وإنما أيضا من ويلات نقص العلاج وعدم وجود مكان مخصص لعلاجهم. كثير من الأدوية الكيماوية والتي كانوا يتناولونها قبل ذلك سواء الوريدي أو الفموي حاليا غير متوفر، الأدوية الداعمة والهرمونية أيضا غير متوفرة، بالإضافة لذلك أن هؤلاء المرضى ليس لهم مكان يلتجئون إليه، ذلك أن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني والذي يعتبر المستشفى الوحيد الذي يقوم برعاية هؤلاء المرضى هو حاليا غير موجود. كثير من الحالات التي يتم تشخيصها من جديد يعني غير معروفة وتشخص بطريقة أو بأخرى، ولكن لا يوجد لها علاج، بمعدل حوالي 200 مريض شهريا، يعني طول الحرب تقريبا من 1500 إلى 1700 مريض، منهم من وصلنا ومنهم من لم يصلنا. من المشاكل التي تواجهنا مع هؤلاء المرضى موضوع نزوح المرضى في أماكن غير مناسبة. الأمر الآخر أن ومنذ إغلاق معبر رفح لم يسافر أي مريض عدا بعض الأطفال الذين سافروا الأسبوع الماضي، لم يسافر أي مريض لتلقي علاجه الكيماوي وعلاجه اللي هو الإشعاعي خارج قطاع غزة.